السلام عليكم، اسمي هشام مبروك حميد، معلم أول ألف علوم، مدرسة قنا الرسمية للغات، إدارة قنا التعليمية، مديرية التربية والتعليم بقنا. الحمد لله حاصل على عدد من المؤهلات الدولية والشهادات الدولية، منها على سبيل المثال الشهادة الدولية أو الدبلومة المتخصصة في تدريس مادة العلوم من جامعة نورثن بيريا المملكة المتحدة، على اعتبار أني أحد مبعوثي الوزارة، أحد المدرسين المبعوثين من الوزارة المملكة المتحدة في 2009. من 2010 حتى 2019 حصلت على عدد من الدبلومات والشهادات المتخصصة في التدريب والتدريس من جامعة كامبريدج التي كانت تشرف على إعداد مدربي ومدرسي مدارس النيل المصرية الدولية التابعة لمجلس الوزراء حتى 2019، والتي انتقلت تبعيتها إلى وزارة التربية والتعليم 2019 وحتى تاريخه. الحمد لله خلال هذه الفترة حصلت على شهادة متخصصة في تدريب المدرسين والمعلمين من جامعة كامبريدج اللي هي كامبريدج انترناشونال سيرتيفيكت فور تيتشرز اند ترينرز، تلاها الحصول على الدبلومة المتخصصة في تدريس العلوم ومهارات الحاسب الآلي أو التكنولوجيا المعلومات اللي هي سي اي دي ويز اي سي تي من جامعة كامبريدج. ايضا حصلت على شهادات متخصصة في تدريب مدرس العلوم وأخصائي تقييم العلوم من جامعة كامبريدج، وتزامن مع هذا الفترة أيضا الحصول على شهادة متخصصة في كتابة الامتحانات وأسئلة الامتحانية على نظام جامعة كامبريدج، على النظام البريطاني المتوافق مع النظام المشرف عليه من جامعة كامبريدج. 2019 رجعت التربية والتعليم والتحقت بمدرسة تجريبية للغات وعملت كمدرس أول كمعلم أول ألف علوم. ما الأثر انتباهي ولفت انتباهي في نظام التعليم ويب 2 ان هو يتطابق بالكامل مع نظام التعليم المعتمد من جامعة كامبريدج، او على نفس الستايل والكريكولمز المقدمة او التي تشرف عليها جامعة كامبريدج. فدي فرصة عظيمة ان الواحد ينقل الخبرات اللي عنده اللي اكتسبتها خلال 9 سنوات في التدريب معلم مدارس النيل الدولية وكل ما هو يقع تحت جامعة كامبريدج في مصر، الان لهم الان لزمايلي في المدارس وفي التربيه والتعليم، مديريه التربيه والتعليم بقنا واداره قنا التعليميه، ان لهم الخبرات اللي الواحد اكتسبها خلال 9 سنين، نفس المهارات نفس النظام التعليمي اللي بيعتمد على الفهم والتطبيق والابداع اكثر منه الاعتماد على الحفظ والتذكر، وعلى التعليم الذي يعتمد على التحليل والابداع والتطبيق اكثر من التذكر واكتساب المعارف فقط. من المشروعات او من طرق التدريس، طبعا طرق التدريس اللي نقوم بتدريسها في ماده العلوم او نستخدمها في تدريس ماده العلوم طرق كتيره تبع التعلم النشط، زي مثلا طريقه المقابله او طريقه الانترفيو، وان تسال ولد من الولاد ان هو يذاكر الدرس او قطعه من الدرس في ماده العلوم في الصف الرابع الابتدائي الجديد، ان هو يتحدث عن الاكيجا تري، ان هو يتحدث عن الاكيجا تري ويجي الفصل ويتم إجراء حوار تلفزيوني مسجل معاه عن طريق أحد زملائه من التلاميذ، وبيبدأ بالأسئلة ويبدأ يقول ويشرح إيه هي أنواع إيه هي صفات أو خصائص شجرة الأكيجا. في نفس الوقت برضو من الطرق التدريس الجميلة اللي بتتيح العمل لمجموعة من المدرسين مع بعض هي طريقة المشروعات أو البروجكت بيز ليرنينج، بتعتمد على الكروس كريكولم بتوين يعني اكتر من ماده مع بعضينا في السنه دي في الويب 2 في جريد 4 وفي اكتر من جريد اولسو. يعني كان ممكن بنسال زمايلنا في الارت في ماده التربيه الفنيه ان احنا نقوم مع بعضينا ونعمل البروجكت مع الاولاد، وان هو يشرف على الجزء ما يخص الجانب التصميمي والجانب المهاري، وانا اشرف على ما يخص الجانب العلمي ونساعد الاولاد ونقدم له المعلومه والاشراف عليه. برضو نفس البروجكت ده ممكن نستخدمه بشكل اخر مع بالتعاون او بالمشاركه مع زميل مدرس الحاسب الالي، بحيث نقدر نطلع بروجكت الكتروني على الباوربوينت او لو فيديو. شكرا جزيلا لحضراتكم، اتمنى ان انا اكون واحد من عناصر المشروع برامج التدريب. شكرا جزيلا لحضراتكم.